العجز وتبدل والعباد قوات كثرت الشوفات السبع في الغابة عند الحق. رشيد قسنطيني يلول أسن 11 نوفمبر 1887 دي بوزريع سوى الناس قسنطيني على خطر الأصليس سي قسنطينة ذبابة سيد يوسان سي قسنطينة على الجزائر يواكني أذي يخدم ظهر الخدمة ثم زوارو ثم باباس إلا ذا كوردوني سينا يروح أرباب الواد يواكني أذي يخدم إبينيست يعني ذوني ترقي عن ما يخدم لماب السبع في الغابة عند الحق رهبني نار قسنطيني ميلا مشطوح يسكشميث باباس على كوال كورانيك زنقت بوعكاشا لمعنى يعطل رذينا يتخلط سيناكن يبوث باباس يدس يوكني ما في عاون ذي الخدمس وذي حفظ الحرفة المنويزي الزمان طلب وتبدل والعباد قوات كثرت الشوفات السبع في الغابة اسمي قبض 27 سنة في العمريس يزوج رشيد قسنطيني أكل يليس نعميس ويسعد يدس أقشيش أقلاق ذيك سواس 1914 ذا سواس عندي ذكر القرى ثم زواروث لا بروميير غار مونديال فيني غلقت اللوزينات ذي الجزائر ولا ضامن الوزيري عندي خدم رشيد قسنطيني فغلق في بورينس يغال ذا شومور يتنادي في خدين يصوب على البور يخدم دينا ذا حمال عدد خير الوقاف أمي قفان الخدمة ذا بحار يون الباطو لامارين مارشون يا خويا في من تصدق غير اللي يحلف ويحمق القلب في الدات مدرق والوش للبخصات حكونت بلي الباطوني قويلا رشيد قسنطيني يصدم في اللاس يون السومران ظلمة ويسكولات بمعنى الزهريس يعدد سينا ان بطول الانجليز ويسلكيثن ام نتسا ام نمارا انجلانيذس يبوثن على مرتا يساعدان كرا الوقاف دي مرتا اثان يروح على مرساي عندي قيم اسكواس هذا من اثان القرى يديك شمع الجزائر في الجزائر اسلام بلي ثمطوثيس عاود زوج فلاس على خطر سجعال بلي يموت إذا مسلت نيا نلباطون إيكولي وذاغن 3 سنين وردي شقاع وردي نوذا أفايني رشيد قسنطيني يغال على فرنسا سخ ديميس دي لامارين مارشون السبا في الغابة عند الحق وهدنينا وراهم دوك العساوة لو لركب حضاري بحلاوة دوك زعماك يرجعنا خاوة طلعنا جمعيات رشيد قسنطيني لما تلود لمارين مارشون تعاوني في الخلمينس وكني غادي يسين الطاس نتمورا ذي الأوروب لأن يبوض أرميد الماريكان يصوت ضغن ولا رشيد أكد الهند ذيك سقوس 1923 يحبس الباطو دي لا نورموندي دي النورويست فرنسا دينا رشيد قسنطيني يحبس أخ ديميس أكد لامارين مارشون يستالا دي لا نورموندي يخدم قوث اللوزين لا فابريكاسيون دي موبل ويرنا يزوج اكو ديوس نتروميث وميقارن مارغوريت سيفيني موسيقى
1925 يغالد رشيد قسنطيني الجزائر. يكسب قسني كان يمقر سلالي علي ونقارن علالو هضرن أفكن رشيد قسنطيني هذه تشكي دراتروب تياترال الزاهية عند اكتشكا داغن محي الدين بشترزي. ب1926 علالو يفكياس لورول نمقيدش يا رشيد قسنطيني دي لابياس زواج بوعقلي. مقيدش سي لو فيدال سيرفيتور دو بوعقلي اي سورتو سي لو رول لو بلو كوميك. لو 26 اكتوبر 1926 رشيد قسنطيني يولي pour la première fois sur scène في la salle le cursal de Babelouet في la pièce زواج بوعقلين في الرول لمقيدش. La pièce a eu un grand succès et Rachid Qsentini a été longuement applaudi par le public. أسني رشيد قسنطيني يكشم في الاستوار للتياتر الجيري. أس 23 مارس 1927 رشيد قسنطيني يولي pour la deuxième fois sur scène de l'opéra d'Alger de la pièce نعلالو أبو الحسن. لا بيس نيداغون في بوي ان غران سوكسي وهضرنت في الاس يوز جرمان ورمو. ديك سوكواس 1927 يخلقد اكدو مدا كوليس جلول باش جراح يوصل تروب وميكسما الهلال الجزائر. سينا يعدى يكتب ان بياس تياترال وميكسما العهد الوفي الى فيت دي لا سال لو كورسال دي بابلوات. لا بياس ني وتعجي فار مدن ليكسبيريونس نراشيد قسنطيني دي ليكريتور تياترال ايتي ان فياسكو. افيني رشيد قسنطيني يخمم يوكني ما يحبس نتاع يا محلى البنات دانجي دانجو دانجي دانجو على ظهر المدام. علالو يحكوا انت ذي الكتاب في نس لوغور دو تياتر الجيريان افس النيغي كموك رشيد قسنطيني ابخي لا ديباكل دو لا بياس العهد الوفي. يحكوا ذي الكتاب فيس بلي رشيد قسنطيني يلا يدقوتي يكره يمانس اللي تي اباتو ويقارد اذ حبسغ لو تياتر ويقارد داغن ديت كتابتيس بلي ذنتا اكس قناع رشيد قسنطيني يوكني ويحبس على التياتر ويوصف بلي سيادة ساون الا قد يكتب دي بياس تياترال كوميك اي ساتيريك وذي يخضو لي بياس نير قزينا الخمرية بيتا وخدود عكرية بعشر صور دي بطاطا مقلية توري لك شيء روزمو رشيد قسنطيني ويحبس على لو تياتر. هضرني نعلالو لونغي دي غوبونديغ دو نوفو يكتب اون بياس تياترال وميتسمى الزواج بوبرما فهي لعبت لي 1928 تلعبي ذسي وتمطوط وميقارن مادموزيل عتيقة كي a joué le rôle de la mariée dans la pièce. C'était rare à cette époque qu'une femme ne monte sur scène pour interpréter un rôle. La majorité des rôles féminins sont joués par des hommes. La pièce زواج بوبرما a eu un grand succès et Rachid Qsentini est revenu sur le devant de la scène. دي لا ميم ايبوك رشيد قسنطيني يمقر ماري سوسان ايكلان دي لاسوسياسيون
المطربية ديك وحريش للموسيقى. حسيت قلبي وجاني والحال ضاق عليا، يا ربي صحة. حسيت قلبي وجاني والله غيبي بعيد. في مجلس رشيد قسنطيني أكود ماري سوسون تفكي ياسي التياتر من نوتر ديمونسيون. جسكا لا فان دي زاني 20 لو تياتر لي دوار كان دي الجي سونتر، لا معنى دي ديبي دي زاني 30 لوغان لي فور التياتر يوكني ادي ماكر لو بوبليك دون ديفيرون ريجيون دالجيري. يقارد علالو يكتب تينس بلي رشيد قسنطيني يكتب الزر العشرين من المسرحية. بلي شقوفينيس رشيد قسنطيني إنوذا يوكني غادي سبقن لهلكات إقلام أريزيريين بلواني. يهضر أف الزواج أف لو ديفورس أف لو لوجمون، يهضر داغنا في الطمع، يهضر في الكوليز اكل لي دروغ، ويهضر اوسي في الشارلاتانيز. صبحت مصوق هاي الشيت نعوق الله يا سيدي لك تحكم في يدك ما تلحقمهم لي يرحم والديك. دوختك انت هادي تبكي ولا دي تسكي ولا دي تعمل لي في القبور هنايا. يا خويا واش نواسيك؟ اهردوني وبعي وراجل غريب وما عنديش وربيت عليه الكبده وكل شيء. يا اسمك؟ لاش قول يا اسمك باش نشوف. واللي عاوت لي نعطيك اسمي انا علاش ما نعطيكش اسم الحمار اللي تحوس عليه؟ واقيلا الحمار ديالك هو اللي راهو كيحوس عليك انتايا. ما عليه يا سيدي اسمه كلبوش وزاد واقيلا زاد 10 سنين قبل الديره. يا اخي عزا يا اخي اسمك اعطيني وصايفه كاش كبير صغير؟ اي لا صغير هكذا مربوع قد وعينيه قبيبرين وفهمتو ما خلقتش وديناتو كيودنين الناس كاملين. يا اخي هم هذا المخلوق هذا ويقصرش من جهه. رحت نخبطها وخليته عند الباب. ايه جيت ما نصيب غير يحبوا في سراه يا سيدي الله الله يرحم والديك. تذهب عليا دروقتك ولا نبعث يماك دروقتك نصبحك في الحبس. لاش عليا يا سيدي وخدت الحمار وجيت وخدني في عمري. ذنوب عليك انا موراي وليدات يرحم والديك. رشيد قسنطيني وميسا والن لو موليير دو تياتر الجيريان نعم في سيسما كاتب ياسين لو شارلو الجيريان يموت اثنا 4 اوت 1944 في الجزائر. يا سيدي يرحم والديك ما تجيونيش الله الله يرحم والديكم يا سيدي كان موجود يحب يحب بابك يا خويا. يا سيدي الكوم يرحم والديك روح انا سامحنا لك الله اللي يزيد اتميز عندك اشنو اسيبلك يا اخي هم يا اخي مع هاد الناس هادو يرحم والديك يا سيدي.